قال وزير المياه صديق عبد الكريم إن الحكومة ستعيد النظر في هيكلة الشركة التشادية للمياه بحيث أن الشركة تعاني من شح في الموارد المالية. الشركة كوناها 2014 بعد ما انفصل من STDZ ودرو وكونوا STA مع SN. SN هنا الالكتريستي، ST هنا المياه، لكن بس ST ده من ما قونوا عندها مشاكل كثيرة، عندها مشاكل. الثمن هلال الألمة اللي موجودة شيء مرة واحدة. الشركة يعمل 217 فرانك، معناها 217 فرانك سيفا المتر مكعب، ويبيع ب 105 متر مكعب، معناته يعني عنده 27 ريال قريب، يعني خسارة في أي متر مكعب تنتج. عشان ده الثمن ده كان قلنا يغيره عشان يلقى الشيء كده إمكانيات ويقدر ينتج العلم ده للسكان كله. بالثمن ال 121 ده أول كان ينتفر لهم، بس ما دارين يمشي قدام. عشان شنو كان مشى قدام ده؟ أي متر مكعب زيادة هم ينتجوا يعني يكون خسارة. أنا قلنا لهم لا، نغيروا الثمن العلم ده، لكن انتوا تمشوا تدوا المويه ده ناس ده كله سكان انا نجمع له. وطبعا حتى ال 200 فرانك ال 40 متر كيب مكعب لسه حطينا ده كله، يكون ارخص ثمن في العالم. وجينا سعوديين كونسي كله لمينا وورينا للدايركتور بعد ده بدايه من شهر 1 2018 طبقوا القانون ده.